يسعدني أن ألتقي مجددا بالدكتور جاد وبالعديد من الأصدقاء. سنتحدث اليوم عن قوة الصورة واستعدوا لهذا الحديث لأنه خلال الساعة المقبلة سوف أطلب منكم أن تعملوا أيضا، لذلك استعدوا. لسوء الحظ أنني لا أتحدث العربية، لذلك إذا ما كان لديكم بعض الأسئلة سوف أحتاج إلى الترجمة. أود أيضا أن أعطيكم بعض المعلومات عن نفسي، وأمل بأنني لن أكرر ما قاله جاد. إذن أنا أستاذة جامعية من الولايات المتحدة، ولدت وترعرعت في العديد من الدول من العالم بما فيها أوروبا وتايلاند وباكستان وغيرها، ولكن في خلال حياتي كنت دائما أهتم للإعلام ولكيفية تغطية الإعلام والوسائل الإعلامية لأوقات الحرب. لذا ما أتحدث عنه اليوم هو الصور التي نراها في جو الحرب وفي أزمنة الحرب، صور تتعلق باللاجئين أو غيرها. هذه إحدى الكتب التي كتبتها، Shooting War على اليسار، وهو كتاب حول أو يتعلق بشكل خاص بالتصوير خلال الحرب وخلال إذن التجربة الأمريكية للمعارك والحرب. وعلى اليمين ترون كتاب آخر وهو Packaging Terrorism، وهو إذن يتعلق أكثر بمسألة الإرهاب. وهنا أيضا كتاب عنوانه Compassion Fatigue أو الاحتراق الوظيفي، وكيف يقوم الإعلام ببيع المرض والجوع والمجاعة والموت والحرب. أنا لست فقط أستاذة جامعية ولكنني أيضا صحفية، إذن آتي من خلفية صحفية ولدي شغف بكل ما يتعلق بالإعلام وبتأثير الإعلام. إذن المحاضرة اليوم سوف تتعلق بقوة الصورة، و سوف أطلب منكم إذن أن تفكروا بكيفية أو بما تروه وكيف ترون. سنبدأ بتمرين بسيط. أود أن أطلب منكم أن تفكروا بدولاب. إذن فكروا بدولاب، كلكم جميعكم تفكرون بالدولاب الآن. نعم، بليز أعلي الصوت بعد شوي. إذن إذا هناك من يتحدث الإنجليزية يمكنه أن يقول لي بماذا تفكر؟ عذرا، ليس لدي بعد آلة الترجمة لكي أطلب من الجميع المشاركة. إذا عندما أقول لك فكر بدولاب، بما تفكر؟ إذا هي تفكر بالدولاب الذي يستخدم في الباخرة لقيادة الباخرة، أو مثلا دولاب الدراجة الهوائية. إذن لو كان لدي وقت لأخذ مشاركة من الجميع، إذن أعتقد أن كل شخص سوف يكون لديه فكرة مختلفة، فكرة طبعا هي موجودة في العالم في الواقع. وهنا أقتبس من أرسطو الذي كان يقول أن الفكر لا غير موجود من دون الصورة. ربما نرى بعض المزايدة هنا، ولكن ربما يكون على حق. لا يمكننا أن نفكر بالدولاب من دون أن يكون لدينا صورة عن الدولاب. إذن يمكننا أن نفكر بما يقوم به الدولاب، لما يستخدم الدولاب، ربما بما هو مصنوع، ولكن لن يكون لدينا فكرة من دون أو غير مرتبطة بصورة. سوف أعطيكم مثال آخر ضمن التمرين نفسه. لدي صبي ولد، أود أن أطلب منكم أن تتخيلوا ابني. لكي تتمكنوا من تخيل ابني، إذن عليكم أن تفترضوا، ربما أن يكون لديكم افتراضات عن عمري،
ربما، أو هل أنا في 70 من العمر، في 50، في 30؟ لأن ذلك طبعا سيؤثر على عمر ابني، هل هو طفل مولود جديد أو هل هو شاب؟ إذا أنا قلت لكم أنا لدي ابن. إذا وهذه ربما أصبح لديكم الآن صورة عن ابني. ابني عمره 22 عام. إذا من منكم فكر بأن ابني صغير أو يافع؟ ربما الآن يتخيل أنه كبير، أنه أكبر سنا، وربما يتخيل أنه ربما يحلق ذقنه. نعم، إذا هذه المعلومات إضافية. لدي ابن وهو في 22 من العمر، اسمه هو، وهنا أيضا لديكم افتراضات عما يمكن أن يكون اسمه، لأنني ها هنا أمامكم، أنا أمريكية شقراء، سمعتم بأنني عشت في أماكن عدة من العالم، لا تعرفون أي شيء عن زوجي. زوجي يمكنه أن يأتي من أي جنسية، من أي، ينتمي إلى أي دين، ولكن لديكم افتراضات وتخيلات. ربما لا تعرفون ما لون شعر ابني، ولكن ربما إذا أعطيتكم اسمه ربما ستكون الصورة أوضح، أو ستكون ربما الافتراضات أكثر دقة. إذا ابني اسمه والدن، هو ليس اسم شائع حتى بين الأمريكيين. إذا هو اسم أخذته من كتاب لهنري ديفيد ثورو. إذا أنا أخذت اسمه من كتاب. أقول لكم ابني هو أو ما يعمل. إذا أنا هنا أعطيكم أو أطلب منكم أن تفترضوا ما الذي يفعله ابني. إذا ابني عمره 22 عاما، وهو ربما أقول لكم هو لاعب فوتبول، أو ربما يمكن أن يكون طالب في كلية الحقوق. إذا هنا أيضا هذه المعلومة سوف تؤثر على الصورة التي في ذهنكم. إذا ابني هو مصمم UX، إذا يعمل في مجال الكمبيوتر المعلوماتية، هو شخص يقوم بتصميم البرامج اليوزر اكسبيرينس. إذا عندما تنظروا إلى هاتفكم النقال، إذا هذا اليوزر اكسبيرينس هو ما الذي يجعل تجربتكم أسهل، وهو إذا يصمم هذه البرامج. إذا هذا لنقول أن التجربة، ربما تجربتكم مع أشخاص يعملون في مجال الكمبيوتر سوف تساعدكم على رسم هذه الصورة عن ابني. ها هي صورته، هذا هو ابني. إذا لا أعرف إلى أي مدى هذه الصورة تشبه الصورة التي كانت قد رسمت في ذهنكم. إذا بعد أن سمعتم المعلومات التي أعطيتكم إياها تمكنتم من رسم صورة معينة في ذهنكم، وها هي الصورة الواقعية. إذا وأنتم تحاولون إذا أن تقارنوا بينها وبين الصورة التي كانت في ذهنكم، وهذا التمرين نقوم به بشكل يومي. إذا هذا ما نقوم به يوميا. إذا مثلا بعد أن قرأتم كتاب هاري بوتر، هل هاري بوتر الذي تخيلتموه في ذهنكم كان نفسه الذي رأيتموه على شاشة السينما؟ هذا التمرين نقوم به بشكل يومي. الآن سوف أنتقل إلى بعض الإحصائيات، سوف أعطيكم مثال آخر. سوف أتحدث عن 11.5% من هذا الصف. إذا ماذا يعني عندما أقول 11.5%؟ إذا هذه نسبة أعلى بقليل من 10%. إذا 11.5% يعني 6 أشخاص. إذا حوالي 6 أشخاص. هل يمكنني أن أطلب من 6 أشخاص أن يقفوا؟ 4 5. شكرا على التطوع. إذا لدينا 6 أشخاص، هل يمكنكم أن تدوروا ربما لكي يراكم الجميع؟
إذن لدينا ستة أشخاص. إذن بالنسبة للباقين، 11.5% اكتسبت الآن معنى أوضح، معنى أدق عندما ترون الأشخاص يقفون. إذن فجأة يصبح لهذه النسبة معنى. إذن هؤلاء الأشخاص الستة الذين يقفون، لدينا رجال ونساء بينهم. هل يمكنكم أن تقولوا لي أسماءكم؟ مايكل، لاميا، زينة. إذن شكرا، يمكنكم أن تجلسوا. إذن لقد التقيتم بستة أشخاص، تعرفون أسماءهم. إذن باتت الفكرة أكثر واقعية بالنسبة إليكم، أكثر مما كانت عليه في البداية عندما قلنا 11.5%. لماذا قلت 11.5%؟ لأن 11.5% من سكان سوريا قتلوا أو أصيبوا بجروح عام 2011، أي 470 ألف شخص قتلوا، أقل بقليل من نصف مليون، وحوالي مليوني شخص أصيبوا بجروح. إذن هذه إحصاءات قريبة منكم جميعا. إذن وهذا فقط لأقول لكم كيف يمكننا من خلال تمرين بسيط أن نضيف ونطفي واقعا على بعض الأمور وعلى بعض الأفكار، فقط من خلال هذا التمرين البسيط. إذن عندما أتحدث إلى أشخاص ليسوا من هذه المنطقة ولا يعيشون فعلا هذه القصص كما تعيشونها أنتم، أحاول أن أقول لهم أن هذه النسبة هي إذن أو تعادل نسبة كافة سكان دبي أو سابورو في اليابان أو بروكسل في بلجيكا أو بريتوريا في جنوب أفريقيا أو سكان برازيليا في البرازيل، البالتيمور في الولايات المتحدة. إذن عندما نتحدث عن هذه النسبة هي وكأننا نتحدث عن كافة سكان هؤلاء المناطق. إذن وهذه هي أيضا طريقة لأساعد الأشخاص الذين أتوجه إليهم لكي يرسموا صورة ولتصبح هذه الصورة أكثر واقعية بذهنهم وبرأسهم. إذن وهذا لنقول أننا وذهننا نحفظ ونتأثر بالصور أكثر مما نتأثر بالكلمات أو بالنصوص. والأمر ليس فقط أننا نتذكر أيضا أكثر الصور، ولكننا نرى الصورة قبل أن نقرأ النص. وفقا لدراسة نشرت مؤخرا من إحدى جامعات الولايات المتحدة الـ MIT، يمكننا أن نميز بين صورتين في غضون 30 ميكرو ثانية، يعني بسرعة فائقة. إذن بمجرد أن نرى الصورة يمكننا أن نتفاعل معها، أن نقول مثلا هذا رجل هذه امرأة. نتيجة لذلك الوسائل الإعلامية ووسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي كلها أدركت أهمية إضافة الصور إلى المعلومات أو إلى المحتوى. أنا أعيش في الولايات المتحدة ولكن أيضا لدي منزل في فرنسا، وعندما حصلت الاعتداءات الأخيرة في نيس كنت في فرنسا. أنا لست قريبة من نيس ولكن كنت في البلاد، ووصلتني هذه المعلومات والأخبار على هاتفي النقال. إذن صور أشخاص يبحثون عن شركائهم ومن يحبون، إذن ووضعوا الصور، إذن صور المفقودين، ولسوء الحظ أن هؤلاء الأشخاص تبين أنهم توفوا. ولكن مجرد فكرة وضع صورة على تويتر مثلا أو على أي
شبكة تواصل اجتماعي بيّنت أن هذه الرسائل إذا تحدث وقعا أكبر. على سبيل المثال التغريدات على تويتر التي أرفقت بصور، إذا تم إعادة تغريدها ومشاركتها بنسبة 35% أكثر من التغريدات التي لم تكن مرفقة بصور. أما التغريدات التي كانت مرفقة بفيديوهات فتمت مشاركتها وإعادة تغريدها بنسبة 28% أكثر. هذا فقط لنتحدث عن تويتر. هذا لنقول أن أي محتوى يرفق بصورة قد يكون ربما أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمطلق. ماذا يعني كل ذلك؟ إذن يعني كل ذلك يعني أن الصورة مهمة، الصورة لديها تأثير، لديها تأثير على كيفية معالجتنا للمعلومة وعلى كيفية فهمنا وتفسيرنا لهذه المعلومة. الصور تساعد أيضا الأشخاص على بناء روابط شخصية. الصور أيضا تساعد على حث أو على تحريك الحس بالآخر، ولكن الصور ليست سحرية طبعا، والصور لا تدفع أو لا تؤدي إلى تغير ربما سياسي مباشر. فتعرفون أن الصور غالبا ما تعكس أو تبين الفساد أو التلوث أو العنف. طبعا لسوء الحظ لا تؤدي الصور دائما إلى النتيجة التي نأمل أو نطمح إليها. إذن المهم هو أن ندرك أن الصور تلفت الانتباه، ويجب علينا إذن أن نبقي ذلك في ذهننا، أن نبقى مدركين لقوة الصورة وتأثيرها على ذهننا. كلنا رأينا هذه الصورة، وطبعا هذه الصورة كانت على غلافات كل الصحف وكل المجلات في العالم. مثلا هذا كان عنوان احدى الصحف التي صدرت في لندن، واتى فيه ان اذا لم تغير صورة هذا الطفل الملقى على الشاطئ الاوروبي او على هذا الشاطئ سلوك اوروبا، إذن ما الذي سوف يغير هذا السلوك؟ طبعا السلوك تجاه اللاجئين. إذن الصور تؤثر على كيفية رؤيتنا للأمور، وإذن تخلق لدينا هذه الصورة في ذهننا، صورة في ذهننا عما يحدث عما يدور. ولكن الصور أيضا تضع إطارا معينا لكيفية رؤيتنا للأمور، للنظرة التي لدينا للأمور. مثلا إذا ما كنت مصورا أنا وأريد أن أخذ صورا عن الأكاديمية الآن، يمكنني أن أخذ صورة لكم، يمكنني أن أخذ صورة لنفسي، يمكنني أن أخذ صورة للمشاركتين هنا في الأمام، وربما صورة للرجلين في الخلف. وإذا ما كنت لأختار صورة واحدة، إذن يمكن لي المؤسسة الإعلامية التي أعمل فيها إذن أن يكون لها انطباع مختلف. إذن لكل صورة أن تولد انطباع مختلف عن هذا الحدث الذي يحصل. إذن ربما يكون الانطباع ربما هذا حدث تتكلم فيه امرأة بيضاء، أو ربما يكون حدثا خاصا بالنساء، أو أي انطباع آخر. إذن كل صورة سوف تعطينا انطباع مختلف، كل صورة سوف تولد لدينا تفسير مختلف عما يدور في هذه الغرفة. هل من منكم من محبثي أو الستار وورز؟ إذن هذه الصورة من ستار وورز روغ وان، الذي سوف إذن يتم إطلاقه في شهر ديسمبر كانون الأول. إذن
في كافة أنحاء العالم باتت هذه الصورة إذن مطبوعة في أذهان الأشخاص الذين يحبون ستار وورز مثلا. عندما حصلت التظاهرات الأخيرة في الولايات المتحدة بعد مقتل أحد رجال الشرطة، وعندما خرجت صورة هذه المرأة التي كانت بين المتظاهرين والتي وقفت أمام الشرطة، بدأنا نسمع وبدأ الناس يقولون أن إذن الشرطة تظهر أن رجال الشرطة يظهرون مهاراتهم في نزع سلاح امرأة ترتدي ثياب السهرة مع الهاشتاك الذي يقول Black Lives Matter. إذن حياة السود مهمة. إذن سوف أوزع عليكم الآن ورقة وسوف أطلب منكم أن تنظروا إلى هذه الورقة. سوف ننقسم إلى مجموعات صغيرة، ربما كل 4, 5, أو 6 أشخاص ضمن مجموعة صغيرة، وسوف نعطيكم ورقة لكل مجموعة. إذن سأطلب منكم أن تنظروا إلى الشخص الذي في الصفحة الأمامية من هذه الورقة، وسأطلب منكم أن تفترضوا من هو هذا الشخص. ربما سنحتاج إلى شخص يتكلم الإنجليزية في كل مجموعة، لأن هناك ما هو مكتوب باللغة الإنجليزية على الورقة. إذن وسوف نعطيكم دقيقتين أو 3 دقائق. انظروا إلى الصورة، ربما ستضطرون إلى تغيير أماكنكم لكي تعملوا ضمن المجموعات. إذن من برأيكم هو هذا الشخص؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حدث مع هذا الشخص؟ إذن لا تقرأوا ما هو مكتوب في الخلف، انظروا فقط إلى الصورة. ولمن منكم لم يرى الصورة فقط انضموا إلى مجموعة لديها الورقة رجاء. لدينا دقيقة. إذن سأطلب منكم الآن أن تصفوا لي إذن ماذا قيل في المجموعة. إذن رجاء فلنتوقف الآن. إذن سأطلب من المجموعة هنا، المجموعة الأولى،
سوف نعطيكم الميكروفون. إذن ماذا كتب على أو في أسفل هذه السورة؟ طالب لجوء. من أو ما هي المجموعة الثانية التي لديها أيضا أو حيث كتب طالب لجوء؟ إذن وما هي الأفكار أو الصورة التي رسمت لديكم؟ إذن هو يبحث عن حياة أفضل أو يأتي من بلد فيها حرب، هو يهرب من الخطر أو هو هارب من النظام السياسي في بلاده ويحاول أن إذن يجد طريقة قانونية لكي يعيش بأمان. إذن اسمحوا لي بسؤال متابعة واحد، هل توصلتم لذلك بسبب الصورة أو بعد أن قرأتم ما كتب؟ إذن بعد الاثنين معا. نعم، عندما رأيت نظرت إلى هذا الرجل، إذن كان لدي انطباع أنه سعيد، إذن وهو مهاجر. عذرا، لا يمكننا سماع ما يقوله المشارك لأنه لا يتحدث على الميكروفون. نعم، ربما يكون هذا الشخص رجل أعمال وهو ينظر إلى أحد أعضاء عائلته ربما. هل هذا يكفي؟ نعم، شكرا. هذا شيء استخدام الميكروفون للترجمة. إنه مهاجر، صديقي يعتبر أنه كان مسجونا في السابق، وأنا وجمانة نعتقد أن هذا الرجل مر بكثير من المصاعب خلال السنوات الأخيرة، وهو الآن يحاول أن يكون متفائلاً بمستقبلٍ أفضل. هو مبتسم، يتطلع إلى مستقبلٍ سعيد، ولكنه مر بصعوبات في الماضي. إذن هنا قالوا مهاجر، قالوا طالب لجوء، مهاجر أيضاً. هل من أسئلة أخرى؟ من إجابات أخرى عفواً، إجابتين. أظن أنه جندي وهو مبتسم وكله أمل. إذن هو لاجئ، إنه لاجئ كان جنديا وهو الآن يشعر بالأمل وهو مبتسم. ممتاز. في البداية اعتقدت أنه كان مريضاً يعاني من السرطان، ولكن الآن أظن أنه طالب لجوء لأنه مجرم حرب. إنه مجرم حرب أظن، لا أعرف أين، وهو يريد أن يهاجر إلى بلد آخر، وطالب لجوء إذن إلى بلد آخر. إذن هنا، هل من آراء أخرى؟ مايكروفون من فضلكم. إذن سوف أعيد ما قلته، هو بائس تعيس. إنه يبحث عن أرض جديدة أو عن بلد جديد لبدء حياة جديدة. إذن هذا هو الشخص عينه مع عناوين مختلفة وصور مختلفة قليلاً.
كان علي أن أطلب منكم عند إجرائكم للتقييم أن تقولوا لي كم اعتمدتم في رأيكم على الصورة وكم اعتمدتم على التعليقات المرافقة للصورة. لا أعرف إذا أعطيتكم هذه الصورة، إذا لاجئ داخلي، طالب لجوء، مهاجر، لاجئ، مهاجر. سوف أعرض فيديو قصير حول هذا الرجل، ولكن قبل ذلك أود أن أكرر التالي: ما ترونه مهم، أنتم تركزون على الصورة وعلى التعليق الموجود على الصورة أيضا. أنتم ركزتم على ماذا؟ على ابتسامته، على عينيه، على وجهه. إذن ما ترونه مهم جدا لكي تفهموا من هو خلف هذه الصورة، هو الشخص الذي يتواجد خلف الصورة. قد تفكرون أيضا بتجربتكم الشخصية، ما هو شعور لاجئ، ما هو شعور طالب اللجوء مثلا. ستة مصورين، رجل واحد، وجهات نظر ست مختلفة. لقد تدعت، سوف تصور ماركو. ماركو مليونير، ماركو رجع الأعمال، ماركو هو كان مسجونا في السابق، ماركو هو كان مدمنا على الكحول، ماركو هو أحد اللاجئين. إذن ست وجهات نظر مختلفة. ماذا تود أن تقول الصورة عنك؟ ماذا تتوقع أن تظهر هذه الصورة؟ لديك 10 دقائق فقط. أنت رجل لا تخفي شيئا. أنا أردت أن أعرف من هو فعلا هذا الشخص كي أصوره كما يجب. لقد تعلمت منه أو قال لي إنه رجل شجاع جدا، كان جلسة التصوير قوية جدا. أود أن أرى طبيعة الشخص، وهذا هو بمثابة تحدي، لأن هذا يؤثر كثيرا في طريقة تصويرنا له. إذا إنه مليونير، رجل أعمال، لديه أموال كثيرة، وهو عصامي. أنا أظن أنه يجب أن نتعرف أكثر إلى الأشخاص قبل أن نصورهم. إذا تشرفت بمعرفتك سيدي، آمل أن أتمكن من عكس شجاعة هذا الرجل من خلال الصور، من خلال هذه الصور. إذا هذا عرض لكافة الصور التي التقطها المصورون. لم أقل لكم الحقيقة كاملة صراحة. يقول الشخص: أنا لست صيادا، أنا لست مدمنا على الكحول، أنا لم أكن مليونيرا قط، ولست مليونير، لم أكن في السجن أبدا. إذا كل هذه القصص التي قيلت لكم ليست صحيحة، إنها قصص من نسج الخيال. قبل أن أعرف هذه القصة شعرت أن هذه الصور المختلفة تصور شخصا مختلفا، لأن وجهة النظر المصور كانت مختلفة. إذن يجب أن نفكر في العمق أكثر لكي نتمكن من عكس صورة الشخص بشكل ملائم. إن الصورة تتأثر أكثر بالشخص الموجود خلف الكاميرا من الشخص الذي يتم تصويره أمام الكاميرا. كان هذا صحيحا للمصورين الستة الذي قيل لهم إن هذا الشخص الذي يصورونه هو شخص مختلف. فقد قيل لأحدهم إنه مدمن على الكحول، قيل لشخص آخر إنه مليونير، قيل للمصور ثالث إنه طالب لجوء، وهكذا تغيرت الصور بحسب وجهة نظر المصور وبحسب القصة التي رويت له.
إذن بالعودة إلى الصور، ما هي القصة التي ترويها كل من هاتين الصورتين؟ شخصان، أطلب منكم أو أطلب من شخصين الإجابة على هذا السؤال. أود من شخص واحد أن يقول لي ما هي قصة الصورة، صورة الطفل إلى اليسار، جوع، مجاعة، يجيب أحدهم، مرض ما. أما الطفل إلى اليمين، ما رأيكم بقصته؟ هو طفل هندي في من الهند، إنه من البدو بدوي، هو ليس لديه منزل، هو مسرور وسعيد. هو كان يسبح لأنه مبلل. هاتين الصورتين استخدمتا من قبل منظمة Save the Children. Save the Children قامت بأبحاث كثيرة حول الصور وحول معنى الصورة، لأننا نعرف أن Save the Children تساعد العائلات وتساعد الأطفال، وذلك من خلال جمع التبرعات من الأشخاص حول العالم. إذن Save the Children باتت تعي أنه عندما يبدو الطفل وهو يعاني، وهو مثلا يبكي، يعاني من الجوع، فإن الجمهور أو الناس يتفاعلون مع هذه الصورة ويشعرون أنهم يريدون مساعدة هذا الطفل. وجدت Save the Children أيضا أنه عندما يبدو الطفل مبتسما أو سعيدا، يعتبر الأشخاص أنه تمت مساعدة هذا الطفل من قبل، أو أن هذا الطفل حصل على المساعدة. وبالتالي عندما أجرت Save the Children حملتها، عندما يطلب منكم أن تقدموا التبرعات، يظهر صورة الطفل الذي يتألم، الذي يتوجع، الذي يعاني. من هنا أهمية هذه النظرة في عيني الطفل، هذا الطفل الذي ينظر إليكم بمعاناة كثيرة، بألم، بحزن، هذا ما يدفعكم إلى التبرع. إذن صورة الطفل حزين مرتبطة بحمل التبرع. هنا رجل طفل سعيد هو نتيجة التبرعات. إذن هذا الطفل أصبح سعيدا نتيجة لتبرعاتكم، أو نتيجة لحملة التبرعات التي أطلقتها Save the Children. وهكذا أنتم سوف تشعرون بالرضا بعد تقديمكم الأموال لمساعدة الطفل البائس الذي رأيتموه في الصورة الأولى. إذن على الرغم من جميع الحدود، نعرف أن وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الإلكترونية وكل ما بين أيديكم يروي القصص من خلال الصور، سواء كنا نتكلم عن إنستغرام، عن فيسبوك، أو عن منصات أخرى لعرض الصور. سوف أطلب منكم أن تقوموا بتمرين آخر، كيف تخبرون قصة لاجئين بالصور. سوف أطلب منكم أن تتخيلوا أنكم محررين إخباريين، أنتم تعملون في وسيلة إخبارية، في وسيلة إعلام، وأنتم تحاولون نقل قصة اللاجئين السوريين. ما هي أهم الصور التي تعرضونها لكي تبدأوا بقصتكم؟ عليكم أن تفكروا بالتالي، ما الذي على الجمهور أن يعرفه؟ لأن قراركم يتأثر بالجمهور المستهدف، سواء كان الجمهور في لبنان أو في نيويورك أو في جنوب أفريقيا أو في بكين أو في أي بلد آخر. سؤال ثاني، ما هو نوع القصص التي يمكن روايتها بالصور أو بشكل مرئي؟ سوف أعرض عليكم الآن 6 صور تقريبا من جلسة التصوير هذه، وسوف أطلب منكم أن تقولوا لي أي صورة تعتبرون أن The Guardian، أن هذه الوسيلة الإعلامية البريطانية، أن The Guardian استخدمتها
لنقل صورة اللاجئين أولا. إذا ما هي الصورة التي بدأت The Guardian بعرضها؟ سوف أعرض عليكم الصور واحدة تلو الأخرى وبعدها الصور ستة مجتمعة. بعد ذلك سوف أطلب منكم أن تعملوا داخل مجموعات وعلى كل مجموعة أن تقرر ما هي الصورة التي سوف تنشرها. إذن هذه هي الصور الست. الصورة الأولى هي هذه ويمكننا أن نقرأ تحت الصورة فتاة صغيرة تركض فوق ركام أبنية مهدمة في حلب. إذن هذه صورة عن الحرب، صورة عن الحرب فعليا كما هي على الأرض، الدمار أينما كان. صورة ثانية مكتوب تحتها جندي شاب من الجيش السوري الحر وهو يجلس بين ركام شارع في صلاح الدين في حلب. إذن هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، والدان هربا من الحرب لكي يتمكن الأطفال من العيش، باتوا هم لاجئين وهم يبحثون عن بدء حياة جديدة. إذن هذه الصورة في تركيا. هنا صورة عائلة، عائلة من اللاجئين. هنا صورة عائلة أخرى من اللاجئين، عائلة تعيش داخل ركام مبنى في ضاع في ريف حلب، وهم باتوا لاجئين داخليا في بلدهم. صورة أخرى لأطفال، طفلان سوريان يقفان خارج خيمتهم، هناك ملايين الأطفال والأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب، أطفال وأمهات ينتظرن الحصول على الحصص الغذائية في مخيم للاجئين، امرأة تحمل صورة لزوجها المتوفي الذي قتل. وهنا نقرأ قصة هذه المرأة التي تدعى زهرة، التي أرت الصحفي صورة لزوجها المقتول. هي كانت وحيدة من دون أي أقرباء وهي تعيش داخل مدرسة مهدمة مع ثماني عائلات أخرى. هذه صورة أخرى لناجية، امرأة أحرقت بالأسيد أو بالحمض وهي تمت مهاجمتها في بلدتها جنوب سوريا، تركت بلدها متوجهة نحو البرازيل بحثا عن الحرية والسلام. الصورة الأخيرة صورة لولد، لصبي يبحث عن والديه، اسمه إبراهيم وهو من محافظة درعا. هذه الصورة معلقة على جداري في البرازيل، وهذه الصورة تذكرني بالمشاكل التي نواجهها في هذا العالم. قبل الانقسام داخل إلى مجموعات يجب أن تتذكروا التالي. أسئلة هي التالية: ما هي أفضل صورة بالنسبة إليكم ولماذا؟ إذا قد تجيبون على هذا السؤال بحسب المحتوى بحسب الصورة. أود أن تنقسم إلى مجموعات من 4 من 5 أشخاص. إذا ما هي أفضل صورة؟ هل أنتم متحمسون لاستخدام هذه الصورة؟ عفوا، هل تفكرون بالجمهور المستهدف، بردة فعل الجمهور؟ وكم تعتبرون أن الجمهور مهم في اختياركم لهذه الصورة؟ هل تفهمون فعلا الجمهور؟ هل تعرفون فعلا ما الذي يتوقعه الجمهور المستهدف أو الأناس الذين تستهدفونهم من خلال الصور؟ أو ستقررون مثلا لا أود إقصاء الجمهور، من المهم أن نفكر بكافة المقالة، وسوف أخذ أنا جمهوري بعين الاعتبار، سوف أروي القصة مثلا بشكل عاطفي رويدا رويدا من دون أن أبدأ بصورة قوية. إذن هذا هو العمل الذي سوف تجرونه داخل المجموعات. إذن
إذا كنا إذا وضعتم علامة 10 أو I support it أو أنا أدعم ذلك، إذا هذا يعني أن خيار الصورة كان واضح. هذه هي الصور، كافة الصور التي عرضت عليكم 9 صور. ما هي الصورة الأبرز التي سوف تضعونها في المقالة التي سوف تنشرونها؟ لديكم بضعة دقائق، ابدأوا بالعمل داخل المجموعات، تكلموا داخل المجموعة، ناقشوا موضوع الصورة. ما هي الصورة التي تعتبرون أنكم أنها الأهم والتي تختارونها لكي تضعونها في مقدمة المقالة التي سوف تكتبونها؟ أنتم تختارون الصورة الأولى لافتتاح هذه المقالة. كل هذه الصور استخدمت في المقالة. السؤال هي أي صورة تختارونها أولا لبدء المقالة بها؟ إذن أي صورة ستتصدر المقالة؟ تختارون فقط أنتم الآن في المجموعات، تختارون فقط الصورة الأولى التي سوف تتصدر المقالة. كلهم صاروا معي حالة نفسية صعبة. ليه يعني عجبان بحالة تبرير دفاع مش كلهم هيك، انه هو هيدا مريض حتى الناس مش دغري بسبب ردة فعل ايه ما كنت انه ما هو انه روحه انه هيزا سايكو لانه منه رفيجي هدول معناهم جمالي اصلا في شيء مخيف عن هذا الترند الغنس بأمريكا والله يمرق لنا السفرة على خير اسمه الله بديد نحن رايحين عنية نزور لورد 100% مدى الإيس تحرصتي أي نهار بتروح؟ ميركوردي، فانت كاتر الصباح، تنتين الصباح نوصل على باري بعد ساعة وشوي ناخد أنوتر فال على تولوز نقعد بتولوز لديكم دقيقة واحدة بعد لأنه تولوز قريبة على الورد إذا بدنا ناخد فال باري الورد كانوا بيطلعوا كتير غاليين تروحوا تران؟ لا فال من تولوز من تولوز تران ساعة ترام من باري على نور 6 ساعات بعيد والفال كان عم يطلع كتير غالي فقلنا بنقعد بتولوز ونكتشف لأن ولا مرة رايحين على تولوز ونتفرج كل يوم بنوصل 24 من فيل 26 الصبح حرستوا كل شيء حرستوا انت كل شيء عليكم أن تقرروا الآن وتختاروا ما هي الصورة التي تودون أن تضعوها في مقدمة هذه المقالة هل قررتم؟ حجزت للكل كلكم سوا مع بعض هل قررتم هل اخترتم الصورة لا تقولوا لي ما هي الصورة او اي صورة اخترتم بل فقط قولوا لي اذا ما كنتم ما اخترتم نعم ام لا إذن بالعودة إلى الصورة الأولى سوف نستعرض كافة الصور وأدعو منكم أن ترفعوا أيديكم إذا ما كانت هذه الصورة هي التي اخترتموها إذن سوف أمر على كل صورة وأطلب من كل مجموعة اختارت هذه الصورة أن ترفع يدها أود فقط أن أرى كم منكم اختار كل صورة هل اختارت أي مجموعة هذه الصورة؟ كان هناك وجهات نظر متباينة على ما يبدو داخل المجموعة التي اختارت هذه الصورة إذن كل هذه المجموعة اختارت هذه الصورة ممتاز أنا أفترض أنكم اخترتم هذه الصورة لماذا؟
لأنك تختصر كل شيء. ممتاز. الصورة التالية، أي مجموعة اختارت هذه الصورة؟ شخص واحد رفع يده بشجاعة وقال هذه هي الصورة الأهم. لماذا؟ لكي تضع وجها إنسانيا أو لكي تصور الصورة الإنسانية؟ الصورة الثالثة، هل من مجموعة اختارت هذه الصورة؟ شخص واحد اختار هذه الصورة، يبدو أن هذه المجموعة لم تتفق على رأي واحد. أنا مسرورة بوجود أشخاص يتكلمون بشجاعة عن آرائهم في هذه القاعة. الصورة التالية، هل من مجموعة اختارت هذه الصورة لهذه العائلة؟ لا، لا تحبون العائلات، لا تحبون صور العائلات ولا تحبون العائلات. من منكم اختار هذه الصورة؟ أي مجموعة اختارت هذه الصورة؟ بضعة أشخاص فقط اختاروا هذه الصورة. الصورة التالية، هذه الصورة، من اختار هذه الصورة؟ لا أحد، لا أحد، لم يختار أحد هذه الصورة. الصورة التالية، صورة المرأة التي تنظر إلى المرآة وتحمل صورة زوجها بيدها، من اختار هذه الصورة؟ لم يختار أحد هذه الصورة سوى شخص واحد، شخص واحد فقط اختار هذه الصورة. ماذا عن المرأة المحروقة التي تعرض لحروق؟ أنا أثق أو أنا على ثقة بأن النساء في هذه القاعة يتعاطفن كثيرا مع ما مرت به هذه المرأة أو مع ما تمر به. حتى الرجال يقول البعض استخدام الأسيد هو نوع من أنواع الأسلحة، هذا صحيح. أما عن صورة الصبي، من اختار هذه الصورة؟ هناك إذن هناك بعض الأيدي التي ارتفعت. سوف أقول لكم الإجابة الآن. الإجابة هي التالية، هذه هي الصورة التي جرى اختيارها لكي تتصدر المقالة وتفوز. هنا السيدة الجالسة في المقدمة التي كانت شجاعة بما يكفي لكي تدفع يدها وحدها. من الواضح أنه ليس هناك من إجابة خاطئة أو إجابة صحيحة. نعم سيدتي، أنت اخترت الصورة عينها التي اختارها The Guardian، ولكن هذا لا يعني أن The Guardian محقة أكثر من المجموعة التي قررت اختيار صورة حلب المدمرة أو الطفلة التي تجري فوق الركام، تسير فوق الركام، أو صورة الصبي، الصورة الأخيرة للصبي الذي ينظر مباشرة إلى المصور. إذن ليس هناك من إجابة خاطئة، إنها مسألة وجهات نظر. مايكروفون من فضلك. إذا لم نتمكن من سماع المداخلة، الإجابة هي التالية، أو قيل إن اللبناني أو السوري لن يختار هكذا صورة. إذن هذا يعتمد على الخلفية، خلفية الشخص الذي يختار الصورة. دائما وينتر هو كاتب في مدونة وهو مصور أيضا، وهو كتب التالي، قال نحن، أي نحن المصورون، لسنا بناسخات تسير على رجلين، نحن أشخاص نروي القصص. هذا ما قاله دائما وينتر. المصور هو موجود لكي يروي القصص، ليس بآلة تصوير أو آلة نسخ. كل
تكون خبرة تختلف عن خبرة أخرى، وثقافة كل شخص تختلف عن ثقافة الشخص الآخر، وهذا ما ظهر في هذه القاعة. دراسة حالة أخرى، منذ حوالي العام في 22 أذار مارس 2015 كان هناك تفجير أو حصلت تفجيرات في مطار بروكسل في بلجيكا. فلننظر إلى كيف غطت الصحف الشرق أوسطية أو في الشرق الأوسط هذا الحدث، وسوف أطلب منكم أن تنظروا أيضا إلى العناوين وإلى الصور وكيف تم تأطير هذا الحدث. إذن في إحدى العناوين قرأنا أنه في صباح 22 من أذار 2016 حصلت ثلاثة أعمال انتحارية في أو اعتداءات انتحارية في مطار بروكسل، وكان هناك عرض طبعا لعدد الضحايا. وسوف إذن أطلب منكم أن تركزوا على بعض الكلمات التي تم استخدامها خلال نقل هذا الخبر، كما على بعض الصور. تماما مثل ما فعلنا مع التمرين السابق. إذن وكيف تؤثر الكلمات التي نكتبها تحت الصورة، إذن وما يأتي تحت الصورة كيف يؤثر أيضا على طريقة نظرتنا وعلى كيف نرى هذه الصورة. ومجددا إذن أعيد وأكرر، إذن ما هي الأسئلة التي يجب أن نبقيها في ذهننا عندما ننظر إلى هذه الصور؟ إذن أولا، ما هو الحدث المهم أو الخبر المهم؟ هل هو الحدث؟ هل هو مكان وقوع الحدث؟ هل هي الضحايا ربما؟ الضحايا وراء هذا الحدث؟ وكيف سوف نجذب انتباه الجمهور لهذا الحدث؟ إذن هنا ننظر إلى الصور. إذن هذه الصور التي تم استخدامها وتم اختيارها لدى بعض الصحف هنا في بيروت وفي المنطقة. في بيروت كم أيضا لدينا إذن كلمات مختلفة تم استخدامها مثل أتاك أو اعتداء وجهاد استرر. إذن يمكننا أن نرى أيضا الصور التي تم اختيارها في الصحف العبرية في إسرائيل، وكما الكلمات التي برزت هنا في دبي، الصحف في دبي أيضا نرى كلمة ترور وبلاست انفجار وإرهاب، أبو ظبي وفي المملكة العربية السعودية حيث يمكننا أن نرى blind, violent, cowardly أي أعمى عنيف سافر. في الكويت مثلا أيضا كلمات terrorist, attack إرهابي اعتداء إرهاب explosion انفجار مجددا. إذن عندما تنظرون إلى هذه الصحف، هذه الصحف التي قامت بتغطية الخبر نفسه والتي تتمتع بالنفاذ نفسه إلى المعلومات، إذن يمكنكم أن تروا الاختلاف في الخيارات. ربما هذا الخيار يعتمد على الجمهور أو ربما على عوامل أخرى في البيئة. إذن وعندما ننظر إلى الخبر بحد ذاته، إذن علينا أن نفكر بمن هو الجمهور المتلقي. إذا ما نظرتم مثلا على كيفية تغطية هذا الخبر أونلاين أو عبر الإنترنت، ربما سوف تكون لديكم خيارات أوسع مثل الفيديوهات وغيرها من الصور. وطبعا العنصر الأخير الذي ننظر إليه هو إطار. إذن ما هو إطار هذه القصة؟ مثلا في قصة حول اللاجئين ربما يكون الإطار هو عدد الضحايا أو عدد اللاجئين الذين ماتوا مثلا،
ربما ناحية الخوف من الآخر إلى آخره. يبدو أن وقتي انتهى، ولكن أنتقل إلى دراسة الحالة الأخيرة، وهي تتعلق بانفجارات باريس في 13 من تشرين الثاني نوفمبر 2015 منذ حوالي العام. وسنقوم بتمرين مماثل بالذي قمنا به منذ قليل. إذن أود أن أطلب منكم أن تفكروا، إذن ما هي القصة؟ إذن عما تدور هذه القصة؟ كيف إذن تخيلوا أنكم صحفي وتريدون أن تنقلوا هذا الخبر، كيف ستنقلون هذا الخبر؟ هل تريدون ربما التركيز على عامل الخوف؟ إذن والخوف وإذن بعد حدوث هكذا عمل في باريس، ربما تريدون التركيز على رد الأمن الفرنسي، ربما تريدون التركيز على الناجين من هذا الحدث، ربما تريدون أن تكونوا أكثر أو أن تبعثوا الأمل بهذا الجمهور المتلقي. إذن ربما الرسالة التي تريدون أن نقلها هي لا نخاف من هكذا اعتداءات. ربما تريدون التحدث عن الناجين، ولكن تريدون أيضا التركيز على الذين أصيبوا بجروح، أو ربما لا تريدون فقط التركيز على الإصابات، ولكن أيضا على توفر الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أو ربما تريدون أن تركزوا على وتسلطوا الضوء على كل الذين فقدوا حياتهم مثلا بعد أو نتيجة لهذا الاعتداء. إذن ما هو الإطار الذي سوف تختارونه؟ إذن سوف أريكم بعض الصور، وسوف إذن أقترح عليكم بعض الأطر التي وضعتها، الأطر البسيطة التي أنا وضعتها لهذه الصور. إذن وبرأيكم أي من هذه الصور سوف يتم اختيارها أو سوف تختارها مؤسساتكم الإعلامية؟ وكل هذه الصور التي سوف أريكم إياها قد تم استخدامها من قبل المؤسسات الإعلامية في كافة أنحاء العالم، وسوف أريكم كيف تعاملت كل مؤسسة إعلامية مع هذه الصور. إذن وهنا أود أن ألفت انتباهكم إلى أمر معين. بسبب التوقيت، توقيت هذه الاعتداءات التي حصلت في وقت متأخر من الليل، إذن سوف أريكم فقط الصور التي ظهرت في الإعلام الغربي، إذن في أمريكا وأوروبا. إذن الخوف هنا، الناس في الملعب الرياضي، الخوف أيضا صورة عن الأشخاص الذين كانوا يخلون الطرقات خارج الملعب. إذا ما كان التركيز على رد القوى الأمنية الفرنسية، إذا هنا يمكنكم أن تروا قوى أمنية يركضون في الشوارع مدرعين بالأسلحة والخوذ. هل يمكننا ربما أن نطفئ الأضواء؟ إذن الخوف، رد القوى الأمنية، الناجين، هنا يمكننا أن نرى صورة للناجين، أيضا الناجين والاستجابة الطبية. هنا أيضا الاستجابة الطبية، الاستجابة الطبية أيضا مجددا، والقتلة. إذن هنا صورة لا نرى فيها أي شخص، ولكن يمكننا أن نفترض أن هذا الشخص قد توفي.
والصورة الثانية التي نرى فيها بوضوح الأشخاص طبعا الذين توفي، القتلى أيضا. إذن هنا يمكننا أن نرى الجثة مسلط عليها ضوء واضح. هنا أيضا صورة للأطباء مع الجثث المغطاة. إذن مجددا، ما هي الرسالة التي تريدون نقلها من خلال هذه القصة؟ هل هي رسالة الخوف أو رد الأمن، قوى الأمنية أو الاستجابة الطبية أو غيرها؟ إذن هذه هي الصور. سوف أطلب منكم أن تعودوا إلى مجموعاتكم الصغيرة، وسوف نختم هذه الجلسة ونرى كيف تم تغطية هذا الحدث في مختلف أنحاء العالم. ما أقول شو إنترستينج هالشي. إذن هل تم الاختيار؟ إذن سوف أمر مجددا على الصور، وسأطلب منكم أن ترفعوا يدكم في حال اخترتم هذه الصورة، وبعدها سوف نرى ما هي الصور التي تم اختيارها أو التي اختارتها المؤسسات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم. هل أو من منكم اختار هذه الصورة؟ لا، ما من أحد اختار هذه الصورة. هذه نعم. إذن لدينا هنا مشارك يختار إذن صورة المقاهي في فرنسا، وهذا المقهى الذي يدعى لا ريبوبليك أي الجمهورية. صورة رجال الأمن، لا، الناجين، نعم. إذن أرى عددا من اختاروا هذه الصورة، ربما لأننا نرى حركة وبشكل خاص امرأة ربما تتم مرافقتها إلى مكان آمن. هنا ربما الناجي، هذا الرجل الذي يتصل ربما بأقربائه ليقول أنه بخير. هذه الصورة، ماذا عن هذه الصورة؟ الاستجابة الطبية، ما من أحد اختارها؟ لا. هذه ربما، هذه ماذا عن هذه؟ إذن يمكننا أن نرى التركيز على الشخص، ولكن نرى أيضا سيارة الإسعاف مسرعة وراءه.
إذا نرى ربما إلى أي مدى كانت التحرك طارئ. وهنا هل من اختار هذه الصورة؟ صورة القتلى. طبعا لا نرى الشخص ولكن نفترض من الصورة أنه توفي. لا نرى دماء. إذن نعم نرى أنها صورة إذن تجعلنا نفترض ولكن تبدو وكأنها مركبة. هل هناك من اختار هذه الصورة؟ إذن نعم ربما هذه الصورة ترينا بالفعل بالواقع ما الذي حصل وإلى أي درجة هذا الاعتداء كان عنيف ودامي. ربما قد تكون هذه الصورة قوية أكثر مما يفترض بالنسبة لبعض المطلقين. إذن بدأنا نفكر بهذا التوازن بين ما حصل إذن درجة استيعاب أو إلى أي مدى الجمهور يمكنه أن يتقبل هذه الصور. عذرا لا يمكننا سماع المداخلات. ولكن يبدو أنها ملاحظة مثيرة للاهتمام. طبعا هذا يختلف من جمهور إلى آخر وإلى أي مدى قد عايش هذا الجمهور المعين هكذا أحداث أو إلى أي مدى هو مستعد لتقبل هذه الأحداث. لقد قمت بدراسة مؤخرا حول تغطية هذه الأحداث وحدث آخر ولاحظت إذن كيف تمت هذه التغطية في مدن سبق وحدث بها اعتداءات من هذا النوع. إذن والمثير للاهتمام كان أن المدن أو التغطية في المدن التي سبق وتعرضت لهكذا اعتداءات إذن اعتمدت صورا وأظهرت صورا قوية كهذه على عكس المدن الأخرى التي ربما كان اختيارها ميالا إلى الصور الأقل دموية. هل من اختار هذه الصورة التي نراها الآن عن القتلى؟ هذه صورة الطاقم الطبي. لا لو كان لدينا المزيد من الوقت كنا لنناقش هذه المسائل في ضمن مجموعات صغيرة. ولكن ما أريد أن أقوله هو أنه غالبا ضمن المؤسسة الإعلامية أو المجموعة التي تعالج هذه الصور وهذه المعلومات ليس هناك من توافق. طبعا هناك اختلاف في الآراء. ربما قد سمعتم بكلمة post mortem. إذن ما يحصل بعد الوفاة. إذن مثلا عندما يتوفى أحدهم إذن نقوم بإجراءات البوست مورتم إذن لكي نرى نكتشف ما هي أسباب الوفاة. ولكن هنا نحن نتحدث في هذه الحالة في حالة اختيار هذه الصور نتحدث عما يسمى بالبري مورتم إذن الإجراءات ما قبل وقوع الحادثة. إذن نحاول أن نستبق ما يمكن أن تكون النتيجة. إذن كيف أو ما ربما ما الذي سوف ينتج عن اختيار هذه الصورة؟ ما هي أو إلى أي مدى سيؤدي هذا الاختيار أو اختيار هذه الصورة المعينة إلى مشكلة؟ أو ما هي المخاطر من اختيار هكذا صورة؟ إذن وعندما نتحدث عن مخاطر اختيار الصور واختيار الأطر المختلفة مثلا إذا ما اخترنا الصورة التي تركز على الخوف وفي بعض الأحيان
طريقة معالجتكم لهذا الخيار لا يعني أنكم إذن قد تختاروا ربما العكس أو الصورة المعاكسة أو الرسالة المعاكسة، ولكن هذا سوف يؤثر أيضا على العنوان الذي سوف تختارونه أو على ما سيكتب تحت الصورة، وهذا سوف يوجه أيضا الرسالة التي أو المحتوى الإعلامي الذي سوف ترسلونه. فلنفكر بداية أو فلننظر إلى الصور التي اختارتها الوسائل الإعلامية في فرنسا. إذن هذه هي صحف ومجلات باريزية أو فرنسية. إذن نرى لو سوار ولو فيغارو اختارت الصورة نفسها. إذن وهي صورة الطاقم الطبي الذي يسرع لإجلاء المصابين. والمثير للاهتمام هنا أن أي من هذه الصحف تستخدم كلمة حرب أو إرهاب. إذن صحف أيضا باريسية Le Parisien و Le Monde، وهذه المرة نقرأ كلمة La Guerre أو الحرب و Terreur أي الإرهاب، وهنا نرى القتلى وطبعا نرى أيضا الإسعاف أو طاقم أو رجال الإسعاف. إذن هذا بالنسبة لباريس. أما بالنسبة للعالم والوسائل الإعلامية العالمية، وهنا قسمت هذه الوسائل الإعلامية أو الصحف وفقا لاختيارها للصورة. إذن يمكننا أن نرى على اليسار صحيفة كندية وصحيفة هولندية، وهنا أيضا تم اختيار صورة القتلى والطاقم أو الطاقم الطبي. في الولايات المتحدة ميامي، صحف ميامي وجنوب الولايات المتحدة، والول ستريت جورنال من نيويورك، هنا أيضا اختيار صور للقتلى. هنا إذن نرى صور عن الناجين، الساندي تايمز من جنوب أفريقيا، وكارنيج نعم في إحدى الصحف الكندية. إذن كارنيج ما أي مجزرة. ولدينا على اليمين اللندن تايمز أيضا، وعلى اليسار إحدى الصحف الإسبانية من مدريد. إذن وهذه الصورة التي لم تختاروها أنتم يمكنكم أن تروا أنها كانت أو حصلت على شعبية لا بأس بها، حيث ظهرت في أكثر من صحيفة أوروبية. إذن أعتذر إذا كنت قد خلطت بين الصحف، ولكن البايس هي الصحيفة الإسبانية، والتيمبو التي رأيناها منذ قليل هي صحيفة كولومبية. نرى أيضا الصور التي صدرت في هارتس في إحدى صحف تكساس وإحدى الصحف من شيكاغو. إذن هنا أيضا نرى صورة الطاقم الطبي والعنوان نفسه Massacre in Paris. هنا أيضا صحف من نيو أورليانز ومن نيويورك تايمز. هنا نرى أن هذه الصحف اختارت أكثر من صورة. إذن صورة الملعب الرياضي وصورة المتوفين أو القتلى وصورة الناجين، ولكن طبعا التركيز الأساسي هو على الاستجابة الطبية. في أحدى طبعا
الصحف الأمريكية أيضا في واشنطن وبوسطن تم اختيار هذه صورة هذه الفتاة الناجية مجددا. شيكاغو وبالتيمور وكلها في الولايات المتحدة تختار هذه الصورة نفسها. وهنا طبعا نجد كلمة تيرور. من كان يتبقى ثلاثة أو أربعة صور. إذا نعتذر عن الخطأ التقني، ولكن كنا سنرى في الصور الأخيرة. إذن الصور الأكثر دموية والتي تم اختيارها إذن لدى بعض الوسائل الإعلامية التي عرضتها بحجم كبير إذن، وهذا كان مثيرا للاهتمام. وصدرت بعض الآراء التي كانت تعتبر أن هكذا صور قاسية كان يجب أن تعرض بحجم ربما أصغر، ولكن يبقى أن هناك بعض الوسائل التي اختارت أن تضعها بالحجم الكبير. إذن مجددا نرى هنا صورة الفتاة في لوس أنجلوس تايمز في الديلي تيليغراف. وهنا إذن نصل إلى إذن الصور الدموية بعض الوسائل الإعلامية اختارت ألا تضع أي من هذه الصور، ولكن أن تسلط الضوء على الرد الذي صدر بعد هذه الاعتداءات. وهنا نرى كيف تم تحويل برج إيفل إلى رمز السلام. في إحدى الصحف رأينا كان هذا الغلاف إذن كله أسود مع اسم باريس والتاريخ تاريخ الاعتداء. إذن فقط لي نحيي ذكرى هذا اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء. لا أعرف ما إذا كانت لديكم أسئلة. يمكننا أن نرى من خيار الصور أن بعض الصحف الأمريكية خصصت فقط نصف صفحة لهذا الخبر مضيفة أخبار أخرى إلى جانبه، وأعتقد أن ذلك أيضا يؤثر على اختيار الصورة. إذن بما أننا نتحدث عن اختيار الصور، إذن نرى هنا مثلا أن هناك مقالين أو مقالتين إلى جانب المقالة التي تتحدث عن هذا الحدث. إذن وأعتقد أن ذلك يؤثر أيضا على اختيار الصورة، لأن إذن لا يمكن أن نضع الصورة بحجم كبير مثلا الصحيفة التي وضعت ثلاثة مقالات. إذن يمكننا أن نرى أنهم اختاروا صور عن الاستجابة الطبية وصورة الملعب وصورة القتلى،
وطبعا نرى أنه عندما عندما يتم تخصيص صفحة كاملة الصورة تختلف عن الصحيفة التي اختارت ربما نصف صفحة فقط. نعم إنها ملاحظة مثيرة للاهتمام. وطبعا هذا قد يختلف من صحيفة إلى أخرى ومن المساحة التي تخصصها كل صحيفة لكل قصة. وهنا قد يكون لدي ملاحظتان عن هذه الحدث عن هذا الحدث بالذات. بالنسبة للأمريكيين الذين ربما كانت تصلهم يصلهم الخبر متأخرا 6 ساعات إذن، وكان هذا أو لم يسمح لهم ذلك أو لم يفسح لهم مجالا طويلا لاختيار الصور، إذن كان عليهم أن يعيدوا تصميم صورهم الأولى أو صفحاتهم الأولى، لأن الأخبار كانت على وشك الصدور، يعني أخبارهم كانت على وشك الصدور عندما حدث وقعت هذه الحادثة. لذلك كان عليهم أن يتصرفوا بسرعة وأن إذن يعيدوا تصميم الصفحات الأولى. لذلك ربما نرى فقط أنهم خصصوا نصف الصفحة الأولى لهذا الخبر. ولكن وفقا لتعليقات بعض المحللين الإعلاميين، عندما نقرأ أو بعدما رأينا هذا الخبر يصدر في الوسائل الإعلامية، غالبا ما نربط بين القصص، وغالبا طبعا ما نحكم على أهمية القصة، وغالبا ما نتساءل طبعا عن قيمة هذه القصة، خصوصا عندما إذن تأتي هذه القصة إلى جانب قصص أخرى بارزة. إذن من ناحية التربية الإعلامية من المهم أن نعرف مهما كانت الوسيلة الإعلامية التي نتعامل معها، أكانت الإنترنت أو الصحيفة المطبوعة أو التلفزيون وغيرها، إذن من المهم أن نعرف أن التوقيت مهم ويؤثر، وأن أولويات كل مؤسسة إعلامية أيضا تؤثر على اختيار الصورة وعلى كيفية عرض الخبر. لذا الملاحظة التي تقدمت بها للتو طبعا تقول لنا الكثير عن أولوية هذه المؤسسة الإعلامية، عن ربما أولويات المجتمع المتلقي. I would like to thank you for this very important lecture. I have a comment about Paris. Now, for example, we've seen the majority of foreign newspapers that shed the light on the humanitarian aspect, the first assistance and everything else. However, you have shown Western and European and American magazines or newspapers. However, other newspapers here shed the light on the injured, on the people that were killed, on the blood, and we have another culture. I guess sometimes there are media outlets that have other culture. For example, European and Western countries shed the light on the humanitarian aspect. However, in our Arabic culture, we shed the light more on the killed people, on the dead, on the injured. Maybe because of our culture, we talk more about terrorism, the people who were killed, about the massacres. This is why we chose according to what we are used to what we see. Perhaps we might have to choose to change this culture. Yes, it was just a comment between two brackets. Thank you. Shukran. When you were talking about عندما كنت تتكلم
نحن نتكلم عن الأكاديميين، عن الأساتذة، عن المدرسين الذين يتكلمون عن الخيارات الإعلامية، عن اختيار العناوين، اختيار الصور. هم يتكلمون أيضا عن ما هي القصص التي يجب تغطيتها أو التي لا يجب تغطيتها، الانتباه إلى الجمهور، إلى المجتمع، إلى ما إلى الثقافة. أمر مهم جدا. أنا لست متفاجئة أبدا بما قلته أنت سيدي فيما يتعلق بالاختيار المتخذ مثلا بالنسبة للصحف العربية أو اللبنانية أو الصحف الغربية أو الأوروبية. نعم، قد يختلف الاختيار بين ثقافة وأخرى، بين صحيفة وأخرى، بين مجتمع في مكان ما ومجتمع في مكان آخر. أنت أنا أوافق تماما على ما قلته. من المهم أيضا أن نلاحظ كيف أن وسائل الإعلام حتى في البلد عينه تقوم بخيارات مختلفة في بعض الأحيان. هذا يرتبط في بعض الأحيان بسياسة الصحيفة أو المجلة أو حتى الوسيلة الإعلامية، سواء كان مثلا جمهور إحدى الوسائل مثلا شاب أو من فئة عمرية أكبر، سواء كنا نتكلم عن ثقافة واحدة أو عدة ثقافات. إذن هناك عدة نقاط نأخذها في الاعتبار عندما نحلل هكذا مواضيع. كنت أتكلم عن الصور ولم أركز كثيرا على الإنترنت. خلال العقد الأخير أو أكثر بقليل انتقلت الوسائل الإعلامية إلى نسختها الإلكترونية، وبات بإمكانها أن ترى وتحكم أكثر على ما يراه الجمهور أو ما الذي يعجب الجمهور أكثر من غيره. وبالتالي هم يستخدمون هذه البيانات ويحللونها لكي يفهموا أكثر جمهورهم، لكي يغير بعض الأحيان الصور أو حتى المواضيع أو حتى العناوين. لا أعرف ما إذا كنتم تستخدمون كروم، محرك كروم. يمكن إضافة تفصيل إلى كروم، إلى محرك كروم. يمكنه أن يظهر مختلف الخبرات المرتبطة بالعناوين العريضة والقصص التي تغطيها الوسائل الإعلامية المختلفة والصور التي تنشرها. إذا ما كنتم مهتمين بذلك يمكن أن أريكم ذلك بعد قليل. شكراً.